أهلاً بكم. اليوتيوبر مصطفى المومري يتحدث عن الكونغرس الأمريكي مما أدى إلى إغلاق قناته على اليوتيوب. شاهد معنا. وبركاته. أنا الذي أرعبت أمريكا وإسرائيل والكفار واليهود والنصارى. أنا الذي أرعبت مجلس الكونغرس والاتحاد السوفيتي. أنا أرعبتهم. دارين ليش أرعبتهم؟ لأنهم اليوم أغلقوا قناتي الرسمية على اليوتيوب. أغلقوا اليوم قناتي لمدة أسبوع فقط. ليش أغلقتوا قناتي؟ لماذا؟ بسبب الفيديو الذي نزلته أمس. نزلت أمس فيديو وفضحت مجلس الكونغرس وأمريكا وإسرائيل وفضحتهم. حزت في قلوب، حزت. قالوا هذا حيفضحنا، هذا حانب لنا. هنا رفعوا تقرير إلى شركة يوتيوب. شوفوا التقرير منين؟ شوفوا من المجلس الطبي للكونغرس.